ترى شوية شغل شغل زيادة ها؟ الله يعطيك الصحة والعافية. 1118 بس ما تطلعوني من الموسم تكفون شباب والله. لا ترى دخلت بالواسطة يا شباب. هنا صدمة هنا الدنيا واضحة. ها؟ كم درجة؟ 19 شوف صدق دخلت بالواسطة. لا زقسود يعني الدنيا واضحة. يدري يا ابو الدنيا واضحة. شوف بعد سبيكر. ايه حطوا سبيكر. يقول شوف 1418 عمري. 10 11 1418 والعمر مو مقياس. لا مرة اوفر. هلا. لكن يعني 13 14 اعطيك. بس لا لا 13 14 بنت اكبر مني هذا 1305 بنت اكبر مني. لا انا اقول ما شاء الله يوم سولفت وعرفت بعض الاشياء عنه والله كان يوم جميل ابراهيم. والله اديكم حاجه لكم وللزمن انتم والله اقمار توني سامحها قايلها لعبد الله لا لا واحد جديد هذا يمسك ورود في البستان هذيك ورود في الحديقه ولا احنا ورود لا ترى البستان تفرق الحروف اثنين مطابق اصبر انا برد عليك رد نادي هو يجي ولا ما يجي انت تسقي البستان ابراهيم كيف انا مضبوطه يلا ترى بي تعال بيعرف قيم الصلاه هي يلا لازم قلب ورد طاج مقياس اخوي نجا مقياس هذا الحبيب لا والله اقسم بالله بالعكس اضافه من امه تحدى بقى انا بقول لك شيء انما المرء بيأس غري نعم لكن انا بقول لك اسمح لك بالله العمر ما تكفى حق ولا له اي شيء حق ابو بكينا ما بيركز كل ما في بعض الناس سابق عمره مثل الولد اللي جانا امس ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله من يقول نفسه تسفد يعني الولد اللي انت كنت وقتها تنتظر رحلتك في المطار اي قسما بالله جانا واحد سادس ابتدائي تخيل والله اتوقع انتشر له مقطع قبل فتره اللي صوته جميل استضافوه في حاره وجاره اتوقع لا ما اتشرف اني اعرف ان شاء الله والله بنت عمره اللهم بارك ابتدائي يعني اللهم بارك ما شاء الله متحدي انما المرء باصغري قلبه ولسانه متحدبات الحين وش يقول لا ما شاء الله وش يقول قصه انما المرء باصغري قلبه ولسانه وكيف كانت انت دخل عند عبد الله بن عمر وردعه اعتقد قال ردع قال فيتحدث من هو اكبر منك قال الشاب الثقفي ايه قال وش انما المرء باصغري قالت لو والله لو كانت بالسني لما كنت هنا يا حجاج ولا تولاها من هو أسلم قيلت للحجاج نعم صح اي الحجاج ترى مواقف كثير الحين عندنا مشكله لا فعلا ترى انا قاعد تمسها دائما عشان كذا لا تقول الاعمار اللي تكون صغير في هذا واحد من ايام استحي عليه كبير جدا محمد الصغير ممكن يصدم خاصه اذا كان مسك منصبه ومسك مكانه يعني يقول على انه احنا الان في السعوديه تحث على الزواج خلاص رؤيه الشباب يعني اللهم لك الحمد يعني لانه 70% زي ما قال ولي عهد الله يحفظه انه 70% من المواطنين شباب ودائما الطاقات الشبابيه هي اللي تشوف كل مكان في يوم يمسك منصب تشوف تجديد تشوف روح حتى في العمل حتى العمل البيئة العمل اللي حوله تحس فعلا في شباب حتى لو اللي تحت شيبان لا 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 ناس اعمارهم بالاربعينات وبالخمسينات والله العظيم ما يعرف يسنع شيء صحيح في ناس عمره 14 15 تلقى عقله يا ولد بس هي حيويه الشباب ترى تعطيك شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة.